هذا سنتها فيه حق صديق مشيها ما حكي الرف ما بنخرج بهاش ما اصير افعل وانا ما فيهاش بترول كذا احنا الخطاب الذي ما بيستهلكنش ليش عادك حلا امانه انا حاليا من الله وزيد كمان شويه اضاءه في التلفون منوره الله يعينكم امين يا رب يعينكم منوره يا حلوه مرسي مرسي يا فرج القرزي يا فرج الله يشلك الله يشلك انت ودي لنا مطره الله يقل عكس على العودي هكذا ها مسطه التربه مساء الخير والسعاده يا خالد نشي بترول للحوبان عند مصنع الرنج وعلديك بترول والله اجي للحوبان ابزو بترول خذوا فوق عبي من السوق السوداء هي المشكله السوق السوداء تعبي منها اوكي وكلنا بنعبي سوق سوداء لكن بعد السوق السوداء ضوالي عند المهندس قرقره تحسها لمعات وجعها على طول قرقره وتخرب لك السيارة السوق السوداء عبد السلام الهجري عبد السلام الهجري انت زبالة والزبالة يخرجوا من الصفحة منورة نور نوركم في حسابك في تيك توك 500,000 ما هو لي 500,000 لا حساب فيديوهاتي على تيك توك وصلت 1,000,000 ايوه لكن ما فيش مية. انا عاد انا 100 وكمان انا في التيك توك انا 100 وكذا و40 145 147 عبد الفتاح هيفتحوا لك باب جهنم باذن الله خميسكم فل اوه والله اليوم خميس والله اليوم خميس على فكره والله ما لي عال يو شلوني فطرت ما وذاك انا مفروض اليوم وانا صايمه تصدقوا والله عاد انا دريت الان خميس يا ابو يابا يا ويلي قد احنا 2178 يلا زيد زيد شوية علشان اقول لكم الحل الحل حق البترول كيف نعبيه ونروح احسن من الزحمات هذا واحسن من اللغاجة والسوق السوداء استغفر الله العظيم واتوب الى هذا محمد عبد الله دخل يتوب عندنا اخي توب بعيد من الفيسبوك ما توبها انا وانت مقشع ما ينفعش كلها ازمة عشان يرفع السعر شكلك طابح مطور والله ما طبر انا ما طبرش على فكره يعني انا ما طبرش ولا امسك سره زي ما يقولوا وانا في الشارع بس منتظره شخص منتظره مدير مكتبي الفاشل يجي معنا شويه عمل رائعه جدا والله ما رائع ابن رائع الا انت يا نادر النقيب لا حول ولا قوه الا بالله وين البترول ايدي الله ايدي الله حرام انك تاخذين العقل مدري ما هو ما كملت جبرك جبرك يا بنت العزبه جبرك انت يا ابو حمد اوكي المشكله ما بنا ضيع التعليق ما بنقدرش اقرا لكم كامل خلاص قد احنا نتحاكى 2481 جمعه مباركه مقدمه عدد جمعه غضوه يا نظر منوره خميس خميس ما راحت علي والله انا صوم الخميس والاثنين لكن راحت علي ربي يبارك حلا زين خلاص ما عاد نريد الجنوب يا ويلك على الجنوب صح الحلا صنعاني لكن الجنوب الحلا كله وانا من الله اللي بيقول لي لو تطوري اجزعوش الاول ما فيش حاجه اسمها اجزعوش الاول غير انا وصل خرط وصل اقول ما عمليه انا دكتوره ما عمليه الحين ضروري معي بعد ساعه عمليه وشتي الماضور والمدري ما هو ويخرجوني شعب يمني يجنن لطيف 2600 باقي ان شاء الله 3000 منورة يا جهن بنورك يا يحيى غزوان ابو كنان بين مسيتي يعني بين هذه فين ولا ما هو يا ساتر والايمان يا محمد رشاد يجعلك دود ان شاء الله يدخل من تحتك ويطلع من هنا ها يطلع من هنا يقول اخرجوني من هذا اللي يشتي بترول يتبرقع اسمها بالتاء يتبرقع ويمشي والله لو تتبرقع لو تعمل لك جوانتي هتصير لمحطة النسوان الدبة البترول عندنا يا مبروك من العادية من 11,200 والسوق السوداء من 26 نعم والله انت حلوة يا عبد الغني والله ما الحالي غيرك لابد من صنعاء وان ضال السفر حيا وقوة وارحبوا يا محمد السامع يا حيا وقوة علي حسين هو محمد السامعي محمد السامعي ولا محمد السامعي واحد ثاني اشتعرف يا محمد السامعي
هذا محمد السامعي، هذا أقوى شخص عندي بحياتي والله. كم سعر الدب عندكم؟ قد قلنا لك الشيخ سليمان الكواهلة، يسعد مساكي، يسعد مساكي يا شيخنا بن علوان، الله يعينكم. بسم الله عليكم بن علوان، يقولوا هكذا. لابد من صنعاء، صباح الخير، خميسكم فلا. قالوا عندكم بات وانتي لابسة، مشوا نصكم، نص نص بطونك، هذه فلينة، ها هذه فلينة كاملة، مشي نصكم. منين هي نصكم؟ ايه فتح عيونك، لا تعمل لي مهرة هدرة، ها سيروا فلينة فلينة يا فلينة، ها فلينة. ساعة مرة طلعت، انا كنت في الاردن وطلعت بنطلون لونه ساعة هكذا وشميز للركبة، قالوا طلعت بدون، كنت اضحك والعقول معانا، استغفر الله العظيم. وكان يدرال بتعليقه انه غلط من بعد ما يتابع الحلقة كامل. خلاص قد احنا 2800، بعد 200، بعد 200. اليوم خميس، ما خزنتي؟ انا ما خزنتش يا محترم، القات لاصحابه والموال. قالش هذا وجه واحد مولعي مخزن، لو شين انا معطفص على القرضاص. ليش تدقي علي امزح وانا كمان امزح؟ عجي تسلمي يا قلبي وروحي، تعالي نسلم على عمو محمد الجامعي وعلى المتابعين حقنا. هذه منوتتي، لا ترجمي التلفون، لا موتش، بسم الله علينا. هذه حق المنوتة، اليوم بعدت هذا، اسكت ورينا، اليوم بعدت هذا سنها يموشا. قولي السلام عليكم، كيف انتو؟ قولي لهم ريعوا للفيديو حق الجاي، قولي لهم، كلميهم، هيا قولي لهم ريعوا للفيديو حق الجاي. عملت فيديو ان شاء الله يعجب الكل، قالت يا ماما انا اكون اعمل فيش مقالب وانزلهن، قلت لها تمام، فعملت فيني مقلب عالمي. ارجعي هناك يا قلبي، تمام خلاص. يلا وصلنا 3030، هيا اللي يشتي بترول يا جماعة الام خير. ما يحل عالمي على فكرة، خلوني هذا نرفزني، قال فليلة نصكم، خلاني شحطهم فوق الساعة. ايوه والله مشتي، انا قلت احتفظ بالحل هذا لنفسي، بس قلت والله حرام هؤلاء المساربين كلهم، والله لدي لكم الحل ذي، تعبوا كلكم. لكن خلوني ازيد اتواله شوية لما يوصل هذا الفاشل. ما شاء الله تبارك الله يا ابو محمد، ما شاء الله عليك ضياء، ما شاء الله تبارك الله. يو دلعتوني والله، بتدلعوني، انا افدى قلوبكم. يا الله ازيد ابعد النظارة عشان تقولوا عيونها حالي. ضحكي علي يا كلبة، ما لهم بيقولوا لي دائما تطلعي بالنظارة بالنظارة بالنظارة، لانه انا عمسة، انا في الضوء، انا معي النظارة للضوء، ممنوع اخرج بين الضوء الا اذا انا لابسة عاكس، فخلوني ارجعها. اهم شي شفت عيوني حالية. خلونا نرجعها، عم اقدر اهرج واقدر اقرا. ما احلى التعاليق كما تكون، ما شاء الله. عادل وعاصم واحمد ويوسف وعبد العزيز، تسلموا يا حبايب قلبي. يا جعفر منورة، واه جعفر دي يزن بالله، كيف زوجش؟ ليش ما قال لك ان انا مزوجة يا مغفل؟ وحتى لو انا متزوجة اطلع برضا زوجي، يعني ما بنطلع فعل. لابسة شرقي ولا ينهز؟ وكما قد زوج بعد عن نتفق احنا ويا مالك دخل. سعال الذي يقول افيه ونفسي بالوسط، افيه ونفسي بالوسط. علي اليمني والله تجنناني، وانت تجنناني صادق، ما شاء الله امين. النظارة كم منها؟ متر مكعب والله، المتر كيه 7 سنتي، لك متر في ركبك. ما بيش زوج، هي مطلقة. ايوه يا علي عبد الله، مش مطلقة او بالاصح ارملة للي ما يعرفش. والله اني احب اهل صنعاء كثير، ما شاء الله تبارك الرحمن، خلق ما شاء الله. يا ابو صقر دلعتني، انت جيت يا محمد وسامعي تعبت صدق، تعبت. تحياتي طبعا لماجد اللي قال لي هذه سيارة شليها، وإلين إلين وحقة رجع ورا. ليش ترجعي ورا؟ جاي ورا يا والأصدقاء الثواني والله، بس أنا ما أحبش أشيل سيارة حد، لا تقع رزعة ولا يقع شيء، قدي في حقك أحسن. والله لا تذلي هذا يا عنتر، أقل شيء عدل الكتابة يا محترم، ورجع أدخل علق.
هذا حور العين حق الدنيا، فكيف بحور الجنة؟ ياو يا با يا محمد يحيى، ياو يا با. كلقة خلاص، بس أنا غزل هي صح. أيوة بين أختهن، لكن خلاص بس. لا تعز دبة بترول، لا تعز. إذا كان ما حصلناش وإحنا في صنعاء يا عم، إذا كان ما حصلناش دبة بترول إحنا في صنعاء، عاد أنسوقها لك في تعز. افتح البلوتوث، البلوتوث ولا الواي فاي، ما بيش غيرها. من نزل دبالة نشتنا 6 دبيب لما نوصل لعندك ندي لك الدبة البترول. أخيرا اعترفت إني بحاجة اسمها دبة، أخيرا. يعني اللي جيها اللي غلطت اللي قالت دبة. كم قد البث، كم قدو؟ انا ما بنمسك، ما بيطلعش عندي. قولوا لي كم قدو دقايق علشان اغلق، اقول لكم على الحاله اللي تصير تعبى وبتروق واغلق. كم قدو دقايق؟ انت دارين احلى حاجه ما هي الفورجي، انا في قلبه الفورجي يا اخي. جاء حل لنا الدنيا، شوفوا محل البث صافيها. حاسه نفسي في خارج اليمن، تولنا فورجي وشلوا البترول. كانوا البترول وما نشتش فورجي والله. عسكري من حق الفرقة، فديتك وجع لك فداية صدق. هذا عسكري ما عاد كان، كيف العساكر بعد ما فيهم العساكر؟ قلتني الله انهم اشهم الناس. هذا الذي يشتي يدخل يعلق، اضحكم عليه. الذي يشتي يدخل يعلق يسب، مش يسب، يشتي زعمي يعمل نفسه مثقف. ما كتب الفارغة، زعم الفارغة، الفارغة. ويا علي المضفر، قالوا اللي ما يشربش مضفر ما هو. رحلك اجي تفتح البلوتوث، فتحت القلب. يوه 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 ياسين على قلبكم. يا بشير وبح عليها حقك. ما حد قال لي كم قدو دقايق، كم قدو دقايق، كم قدو دقايق. البث ذي اللي مش داري فتحنا عميد، اقول لكم كيف تعبوا بترول سريع بدون ما تساربوا في المحطات. يعني طريقة سهلة جدا انا عملتها، او ما قد عملتها عشان انا بس قلت اقولها لكم، لانه انتم ما شاء الله حملة حملة. احنا سهل ان نشل سوق سوداء. نبيل هاشم فداك الدنيا يا نبيل. ما احلى ذي يدخل تعاليقه حاليا مثل تربيته مثل اخلاقه، والذي يطلع تعاليقه شوعه حمم بيتهم. من تعليقه تعرف تثمنه، تعرف تثمنه. خلاص المهم البث حقي طول، خلوني اقول لكم. المهم اللي يشتي يعبي بترول عشان يقطع اغلق البث ولا اجلس شويه. اللي يشتي يعبي بترول وما يتعبش وما يساربش. و خالد العزوة من هذا؟ ما اعرفش وشو من بقية اهلي. ما كنت بنقول لكم جني لكم. حياك يا جابر والدل على الخير تفاعل. ولو تبصروا كيف شادل لكم دالحين، كيف تعبوا وبتروا. ولو تبصروا التلال اللي شادل لكم. انا اشتادل لكم بس واغلق الفيديو علشان بقى عشان ما عاد احصلش رزوعه. 8 دقائق، اوه والله انقد لي كثير 8 دقائق. شكرا يا يوسف، شكرا يا يوسف حميد. وهذا 8 دقائق 16 دقيقه. اي والله انقد طولت. اذا اللي يشتي يصير يعبي بترول ويملي سيارته ويفلفلها، والسعر العادي هذا حقنا 11200 مش من السوق السوداء. معي لكم حل تمام، لكن غير ما تسبوني. الحل ان انتم تصيروا تعبوا بترول وتروحوا وانتم مفلفلين، انك تصير تطور. انا بايخه، انا داريه بايخه. لكن كيف تعبي بترول؟ والله نسره نسره. كم تعدها كم بالكيلو؟ والله خضيت هكذا بس قلت اخرج اليوم ابصر ما بيفعلوا الناس لو في مجال اغطس في محطه اعبي لقيتين كامل. يعني احنا شعب يمني، ان بترول ازدحمنا الشوارع خرجنا، وان ما بش بترول ازدحمت الشوارع سره وطوابير.
اشتري صنعاء 8 سنوات. شوقي لي صنعاء، حفظك الله عبد القادر، حياك الله يا عبد القادر. اذا خلاص شفتوا الطريقه، سيروا دوروا اضوا وبترو، دوروا من 5 من 6 يا اضوا وبترو. الله لا الحق ايش خير يا السعوديه، لا انت ولا الامارات. الله لا وفقكم، الله يجعلكم تدوروا الحليب النيدو ما تلقوه، الله يجعلكم تدوروا والماء المقطر ما بش، تشربوا من رواجع الحمام باذن الله. ورحمة الله على كل من وقع فوقهم البلاء من ضربة طيران. وما أقول والله ذكرت الموضوع هذا وجعني راسي، رحمة الله عليهم. والله نحن بنخطأ وإحنا مريعين، توقع لنا من أي بقعة هو أجل وسلامتكم. يلا سيروا دوروا، أنا والله ما أنا مدورة غير مريعة للشيخ. سلامتكم. انت ايش تقول شي بطلت؟ يلا باي باي، منين نغلقوا؟ قد نسيت والله. جعلك تدور 6 شهور، جعلك تدور 6 شهور باب بيتنا تضلب. يلا باي باي، ان شاء الله اشوفكم في بث ثاني. انا هذه صفحتي الشخصيه، برجع اعمل من الحساب، بشارك هذه الان في حسابي فقط. كنت تابعيني على تتابعوني على تيك توك، بينزل كل حاجه جديده فيه. فلتنا الفيسبوك. باي باي.